واقف عندك ولا ترقد واستسلم. واقف عندك مين اللي اوعى لك؟ واقف عندك شعلة ورا. لك مين اللي قوص؟ مهند وقف لا تروح. مين اللي قوص؟ مهند. شو ساوي؟ لك ولك انت شو ساويت يا اجدب؟ الله لا يعطيك العافية. مهند معلش والله مو هو يلي قوصه، في حدا تاني قتله، والصوت الصوت اجا من هاي الجهة وحياة الله. ما قدرت يا علي، ما قدرت اني اقتله يا اخي سامح. وقف يا مهند وقف. لك انا ما قدرت اقتله، ما قدرت اقتله. وانت اقول لك يا علي والله ما قدرت. انا شفت كل شيء يا خانم. الله يوفقك، اسكتي مو وقتك هلا. هو يلي قوصه. خلاص اسكتي بقى. ما قدرت اعمله. عم قلكم هو يلي قتله. خبرتهم مشان يحفظوا المكان. مهند عملوا فورا منطقة حظر بالغابة ولا تنسوا اي شيء. رجاء لا تكلبشني. الصوت اجى من هي الجهة. هذا الزلمة اكيد ما اجى لحاله لهون. وانتوا روحوا خذوا هدول على السيارة ولا تستنوا هون. يلا بسرعة. لو سمحت بكل الكلبشة. مهند عملك بكل الكلبشة. مهند ما سمعنا الصوت، كان جاي من هي الجهة صدقوني. روحوا فتشوا المنطقة كلها. الله لا يعطيك العافية، قتلته؟ مهند ما عمل شيء. انت شو اللي جابك لهون؟ اخوك ساوى اللي كان لازم انت تساويه من البداية. اتصل فينا وخبرنا نجي لهون. أبي اتصل وقال لي إنه ملاحق. شو يا شباب لسه ما لقيتوا حدا؟ مين قال لك تجي لهون؟ ولا خدوه على السيارة. يلا بقى يلا يا سيدي، خليوني فكوا الكلبشة، فكوا الكلبشة. لك اتركوني خدوه من هون، خليوني شيلوا الكلبشة. الله يخليك اسمعني يا أخي، صدقني مو مهند يا خانم. كلامك ما بفيد هلا، مو وقت التحقيق. تفضلي اطلعي لفوق إذا بتريدي. وقف كتير بالقارب. حاولت اني اخلص حالي منهم بس هن ضربوني على راسي فغميت. وقت اللي فتحت عيوني كنت بالسيارة، كانت ايدي ورجلي مربطين. حاولت اخلص حالي من الحبل. وقت سمعت صوت اطلاق نار فركت مشان اطلب المساعدة. حاولت اطلب المساعدة من المارة فوقت اجيته. فكر بسرعة، جميلة رح تموت. مهند لا تتركوا بنور. كنا رايحين على الحفلة وزوجتي كانت معي. اتصل فيني أبي من تليفون أرضي، يعني رقم غريب بتوقع عمومي، وسكر التليفون بوشي وما خلاني أحكي شي بنوب لما عرف إنه أنا مو لوحدي. ورجع اتصل مرة تانية قال لي إنه مهند رح يواجهه لفرحات وطلب مني المساعدة. قال لي وين مهند رح يلتقي فرحات. هو كان عم يلحق لمهند
وبتعرفوا شو صار بعدين. اتصلت بالضابط شرف ووقت اللي وصلت كان صار اللي صار. حبك مهند، حبك أكثر من كل شيء بحياتي. المسدس مو لمهند، هو ما عنده مسدس وبيقاتل بس بإيده. بصماته كانت على المسدس اللي على الأرض. مو إلو هاد، يمكن أخده هو عم يتقاتل معه، بس بأكد لك إنه هالمسدس مو إلو. هنن أجبروني إني أنصب فخ لمرتي. عرفت إنهم خطفوني لما طلع فرحات بالسيارة. لا، ما بعرف أبي وينه. فرحات وقعوا بالفخ لمهند، أصلاً هو الضحية. مستحيل يقتلوا أبي. طيب، حابب أضيف شيء؟ ما قدرت، أنا ما قدرت أخذ بتارخ يعني، ولا قدرت طالع من جوات السم.